شكرا شرب، التحيه لكل مشاهدي الام تي في مع بدايه الموسم الرسمي. اذا بدنا نقول كاس اليوم هي كاس رسميه، كاس السوبر. هل رح تكون الثالثه ثابته لفريق الانصار من بعد ما فشل بمحاولتين بمواجهه العهد؟ مرتين العهد كان عم بيفوز على الانصار 1-0 و2-0، هيدي المباراه الثالثه بيناتهم ضمن كاس السوبر. الانصار اليوم يعتبر تقريبا مكتمل الصفوف بعكس فريق العهد يلي عم بيجيب عنه لاعبين من العيار الثقيل. وقت بقول مهدي خليل الجبل بحراسه المرمى يلي عبر شاشه الام تي في، بدي اقول لك انا يا جبل سلامتك وان شاء الله باسرع وقت ترجع للملاعب، بالاضافه كمان لعيسى يعقوبو واحمد صالح يلي عم بيغيبوا عن تشكيله فريق العهد، هن لاعبين اساسيين. بينما من ناحيه فريق الانصار يعني تقريبا التشكيله كامله متكامله، ونصار نصار رجع للتمارين صحيح بس بعد ما اخذ الضوء الاخضر من طبيب الفريد خوري اذا بيرجع للاحتكاك والمباريات، لانه التمرين شيء والمباريات شيء. على كل الانصار جاهز لبطوله لبنان، هالبطوله اللي اشتقنا كثير الانصار، اخر مره احرز لقبها موسم 2006 2007 من بعد 12 لقب توزعوا بين النجمه والعهد والصفا، والانصار عم بيكون غايب تماما عن لقب بطوله لبنان. هيدا الزعيم الاخضر، هيدا زعيم الالقاب بكره القدم اللبنانيه يلي اليوم بيتمنى يحرز لقب كاس السوبر ليدخل لمباريات الدوري الاسبوع المقبل بافضل صوره وبافضل معنويات. مين اول مباراه؟ اول مباراه بالدوري انصار نجمه. وقت نقول انصار نجمه بتعرفوا قد ايه هالمباراه مهمه، قد ايش لها اهميه بالشارع الكروي، قد ايه بيحكوا عنها، بيقعدوا من هلا ببلشوا يحضروا لهالمباراه يلي رح تتابعوا الموسم حصريا عبر شاشه الام تي في. تحيه كبيره اليوم لكل فريق عمل الام تي في، للمخرج فادي حداد، لكل المصورين التقنيين، على امل نشوف مباراه حلوه نستمتع فيها لكل اللي قاعدين ببيوتهم او بالمقاهي او وين ما كان عم يتابعوا شاشه الام تي في. تحيه لكم، على امل نقضي نحن وياكم ساعه ونص من الوقت، ومين بيعرف اذا تعادلوا الفريقين نص ساعه اضافيه رح تكون كمان، واذا بقي التعادل بنروح لركلات الترجيح. مباراه حلوه، مباراه حماسيه، بانتظار من بعد ما تم معالجه الشباك والتاكد من الشباك. مباراه يلي رح تبدا بعد لحظات قليله بقياده الحكم محمد درويش، عم بيعاونوا محمد رمال وتيسير بدر والحكم الرابع جميل رمضان. المنصه الرئيسيه رئيسي ناديي العهد والانصار بتوسطهم امين العام، امين عام الاتحاد اللبناني لكره قدم ابو فراس جهاد الشحر. في المباراه ابتدت وكره البدايه كانت مع فريق العهد يلي عم بيهجم من اليسار الى يمين الشاشه، وقد ما بغيب عن لاعبين فريق العهد اسامي بيبقى الفريق البطل، بيبقى صوره البطل يلي بدك تواجهها وبدك تواجه فريق واسامي كثير كبيره. خليل خميس يلي قدم موسم اكثر من ممتاز الموسم الماضي وكان واحد من افضل مواسمه على الاطلاق. خليل خميس لاعب منتخب لبنان، يعني مباراه حلوه على امل نشوف نهايتها كمان تكون حلوة. استاذ ريموس معان عم يوصل كمان للمنصة الرئيسية. كرة أمامية لفريق الأنصار، محاولة أولى، محاولة أولى بالمباراة بيبعدها خليل خميس. بعدني عم بحكي، توصل لعند الحاج مالك وفرصة أولى، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول شو عم بيصير. العهد، العهد عم بخمس، العهد عم يصمد من هدف أول بالمباراة. الانصار شو بدكم احلى من هيك طابه، احلى من هيك فرصه لافتتاح التسجيل باول دقيقه من المباراه. محمد حمود على ارض الملعب حارس مرمى فريق العهد، صار في خطا دفاعي من فريق العهد، الانصار استغل هالشيء والحظ عم يوقف الى جانب العهد وعم بيعاكس فريق الانصار باول كره بالمباراه باول دقيقه. محمد حمود لازم يرجع يقوم ويتابع لانه ما في شيء ابدا. محمد حمود اصابته ما بتدعي ابدا للخوف. موني 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 سدد على يمين محمد حمود يلي هون عم ياخذ الكره والاحتكاك اللي كان مع حسن معتوق. هون الكره عم يبعدها نور منصور بيخطفها، موني بيتركها الحاج مالك ذكي كثير لانه كان خايف انه يكون متسلل مرمى العهد. عم بيخلص من الهدف الاول بالمباراة.
حمود بيرجع بيقوم، ما في شيء ابدا، ما بتحمل ابدا اصابه اي حارس مرمى بعد بفريق العهد بعد اصابه مهدي خليل. ومحمد حمود عم يرجع لحراسه مرمى فريق العهد، وحارس البديل هو هادي خليل. يعني حراسه مرمى العهد هالموسم بامان مع ثلاث حراس من المستوى الممتاز. الحكم محمد درويش عم يترك اللاعب ادفانتج بنص الملعب لصالح فريق الانصار. الانصار افضل باول دقائق المباراه. موني هل رح يدركها للواتي؟ لا، بمررها للشبريكو. الشبريكو على الجهه اليسرى بتنقطع الكره. الشبريكو وافي خطا واضح هون. حسين زين بيتعرض لخطا، وركله حره رح تكون لصالح فريق العهد. العهد بده يمتص هالفوره. وعم نشوف كمان العشم يلي هون وقت عم يوقع اللاعي عم ينزل لتحت شكل عم نشوف ايه بيختفي. لا بعده حسين زين بعده بالمباراه. كان لازم تكون الامور افضل مع كاس السوبر يلي كل المشاهدين وكل متابعين فوتبول يلي بلبنان وخارج لبنان عم بيتابعوا شاشه الام تي في، وعم بيشوفوا كمان هالمباراه مباشره على الهواء. لكن شرب الاول اربع دقائق الانصار افضل، الانصار عنده فرصه الاخطر، الانصار مكتمل الصفوف. السؤال قد ايه العهد رح يقدر يخلي صورة البطل اللي عنده اياها بغياب ثلاث لاعبين من العيار التكتيكي؟ يعني عدة عناوين مثل ما ذكرنا فارس بتحملها هالمباراة، تحديدا من جهة الانصار يلي بيحمل عدة رسائل الى العهد من خلال سعيه للفوز باللقب اليوم. اولا استعادة اللقب من اول لاول مرة من عام 2012 بيقترب من العهد يلي عنده سبع القاب مثل ما قلنا، والانصار عنده خمس القاب. ايضا بيوجه رسالة للعهد انه هو موجود. لكن شربي بس خلينا نشوف هالطابق، وموني يلي عم بيخسرها بترجع بتروح لحسين زين يلي بيلعبها اماميه. ممنوع المخاطره باي نوع من الكرات، بده ينتبه كثير منيح دفاع فريق الانصار. عبد الله طالب كان عم يلعب كره حلوه اماميه، وتدخل ممتاز ممتاز من نور منصور بتروح ركله مرمى لصالح محمد حمود. جمهور الانصار خلف مرمى فريق العهد، وجمهور العهد خلف مرمى فريق الانصار. يعني الاتحاد اللبناني فضل انه يترك الجهه المواجهه للملعب فاضيه تماما، ويكون جمهور الفريقين محصور على شمال وعلى يمين المنصه. فرصه اماميه مع العكيشي، العكيشي اللاعب التونسي سيفي كثير كبير هلا بنخبركم عنه خلال المباراه. تنتقل هجمة مرتدة لفريق الأنصار، أمامية للحج مالك بيروح الغزيل، الغزيل الغزيل الحج مالك داخل منطقة الجزاء. الحج مالك خليل خميس عليه للحج مالك، ما راح يتركه أبدا. يتحرك فرصة أمامية جديدة لفريق الأنصار، ودفاع فريق العهد كيد كمان يدفع الثمن بالمحاولة الثانية. ما زالت الفرص وما زالت التسديدات والتمريرات والمحاولات على مرمى فريق العهد ببداية المباراة. يعني بخمس دقائق ونص انه تقدر توصل لمرمى العهد بهالفرص الخطيره جدا، يعني شغله كبيره. ارضيه الملعب برجع بقول ما عم بتساعد ابدا الفريقين على امل يتاقلموا معه. وليد شور بمنتصف ملعب بمرر الكره للعكيشي، بترجع بتروح سريعة لعند زريق، زريق للعكيشي، العكيشي على حدود منطقة الجزاء، بيدخل منطقة الجزاء. العكيشي اللاعب التونسي يلي بيلعب الكرة ومطالبة بركلة جزاء بنالتي. الحكم محمد درويش بيقول لعب ما في شيء أبدا. خليل خميس أخطأ، أخطأ الخميس ويمكن يدفع ثمنها. المعتوق 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 كاد يعملها المعتوق. يعني الفرص الخطيره، الفرص الكبيره، هيدي الفرص ما بتصير دائما قدام مرمى فريق العهد. ومش دائما يا انصار بدكم تضيعوا هيك فرص، بدكم ما تتحسروا على هالفرص بنهايه المباراه، لانه فرص من العيار الثقيل يلي عم يضيعها الانصار باول سبع دقائق. الانصار هو سيد الملعب، الانصار عم بيسيطر، الانصار عم بيضغط، الانصار محاولات العهد عم بدافع. وفي خطأ لصالح فريق العهد،
والمحاولات خطره كثير شربل، يعني سبع دقائق ونص الانصار كل شيء بالملعب. سبع دقائق الانصار الطرف الاخطر، الانصار الطرف الاكثر رغبه لافتتاح تسجيل. هون انجاز فينا نقول من محمد حمود، اغلق له الزاويه تماما لحسن معتو، عنده فرصه صريحه كان نجم الانصار جديد لافتتاح التسجيل، لكن مين راح يفتتح التسجيل بالشوط الاول على ما يبدو مباراه هجوميه، ولو انه حكينا بوجود عدد كبير من اللاعبين المهاريين ارضيه الملعب ما عم تساعدهم ابدا ابدا ابدا، لكن بيبقوا برغبتهم الكبيره بما بقدراتهم الفرديه قادرين يوصلوا الى المرميين. حسن معتوق كان الاقرب بعد موني يلي سدد بالقائم، نجمي العهد السابق هن اليوم الابرز باول سبع دقائق من ناحيه الفريق الاخضر. بالوقت يلي حاليا العهد عم يحاول يستعيد مبادره مع محمد حيدر، كمارا عم يتدخل ممتاز جدا المدافع الغيني، موني بيحاول يبر لكن عم يصطدم هون بوليد شور، الكره الامام للعهد مع محمد حيدر ما بيمر عن عدنان حيدر، تروح لحسام اللواتي، شوفوا تضييق المساحات، شوفوا الضغط العالي اللي عم يعملوه لاعبي العهد. على كل حال شفنا ببدايه المباراه احتكاكات كثير كبيره بين لاعبي الفريقين، سببه عمليه الضغط العالي يلي عم يمارسوها بوسط الملعب ان كان من ناحيه العهد او ان كان من ناحيه الانصار. حسام اللواتي من جديد بيستلم، بيحاول يلعب الكره الاماميه طويله بتجوها للحج مالك، حج مالك لكن الاقرب كان محمد حمود هالمره. شوفوا سرعه الايقاع، لاعب حمود دغري بيمشي الكره مع حسين الزين، يعني هيدا الامر بيعكس الشيء اللي تحدثت عنه، هو الرغبه الكبيره يلي عندهم اياها الفريقين لافتتاح تسجيل. هيثم فعور، الفعور افتقاد لعيسى يعقوب من دون شك راح يكون كتير كبير بمباراة اليوم، اللاعب الغاني يلي بيعمل مجهود رهيب بخط الوسط يلي عم راح يخوض موسمه الثالث مع فريق العهد، يلي عم عنده محاولة هون والكرة عم تنقطع باللحظات الأخيرة من أمامه لربيع عطايا، بثلاث لمسات من وسط الملعب قدر يوصل لمنطقة جزاء الأنصار. شوفوا بالإعادة مرة جديدة، مريرة ممتازة هون من محمد حيدر وأحمد زريق لربيع عطايا، هيدا هو مثلث الرعب، هيدا هو مثلث هجوم العهد يلي طبعاً بيكملوا احمد العكايشي المهاجم التونسي اللي بينتظر منه كثير فريق العهد بهالموسم بعد الاستغناء عن مارتن توشيف او عدم الاتفاق على التجديد مع مارتن توشيف. وصول العكايشي، محمد حيدر هو على تنفيذ الكورنر، حيدر بيلعبها قصيره لحسين دقيق، الدقيق رح يلعب الكره العرضيه بالفعل، الكره العرضيه مقطوعه، الكره العرضيه هالمره من الحاج مالك. على ما يبدو لاعبي الانصار تعلموا من درس المباراة النهائية لكأس النخبة، الكل عم بيشارك بالحالة الدفاعية تقريبا، تركيز طبعا حسن معتوق وحسن شحيت وموني وهن الأسرع ليقودوا الهجمة المرتدة إلى جانب عدنان حيدر مع الكرة ملعوبة لداخل منطقة الجزاء، مقطوعة بالرأس أيضا بمرحلة ثانية، الحاج مالك بباعدها اليوم الافتقاد بالتشكيل الأساسي إلى صانع اللعب عباس عطوي اونيكا، عنده شد بفخذه الايمن بحسب ما ابلغني قبل بدايه المباراه، ولهالسبب موجود على مقاعد البدلاء. اونيكا بدون شك قادر يشارك بالشوط الثاني وقادر بالطبع يصنع الفارق اذا كان الانصار بحاجه له. بالوقت يلي ربيع عطايا حاليا عم يستلم الكره، لكن كان في خطا عم بيقول الحكم محمد درويش، مباراه اليوم بيقودها محمد درويش، بيساعده محمد رمال تيسير بدر وجميل رمضان كحكم رابع، ركلة حرة رح تكون لمصلحة الأنصار. محمد حيدر عم يعترض عند حكم المباراة، كرة ملعوبة على الجهة اليسرى الشبريكو لحسام اللواتي أو لحسن معتوق، المعتوق هو يلي عم يستلم المرة لعند موني، موني بحافظ على كرة تحت الضغط بترجع لعند الشبريكو، بده يحاول يلعب الكرة العرضية، عم ترتد من وليد شور، عم يتماس لمصلحة الأنصار على طرفي الملعب. الأنصار خطير بالعمق، الأنصار خطير بكل مكان، الأنصار خطير وجمهوره يلي متواجد إلى يسار المنصة الرسمية بأعداد كبيرة بالمقابل، جمهور العهد إلى يمين المنصة الرسمية، اليوم ما في حدا بالجهة المقابلة للمنصة على غير عادي بملعب صيدا البلد. منظمين المباراة اختاروا هالإجراء، جمهورين منفصلين تماما وبعاد عن بعض، كل موجود بالملعب قوة أمنية، لكن الغائب فقط هو عناصر الدفاع البدني، أمر غريب بصراحة. على كل حال نتمنى أكيد ما يصير أي حادثة تستدعي نقل أحد اللاعبين، يعني نتمنى قبل بداية الموسم أيضا
الإصابة تبعد عن كل لاعبي الدوري بالوقت يلي حاليا موني عم يستلم وانتو جميلة جدا مع الحاج مالك، لكن الكرة بعيدة عم بيحاول يلحق فيها سوني سعد، هو يلي بيأثر على الكرة. خرجت الكرة رح تروح إلى ركلة مرمى عند محمد حمود. يعني من حركة الكرة على أرض الملعب تقدروا تعرفوا مدى الصعوبات يلي عم يواجهوها اللاعبين، ما بحسدهم أبدا. كان من المفترض المباراة تقام على ملعب بديل كميل شمعون الرياضية مساء امبارح، لكن عدم جاهزية الملعب لاستضافتها فرض نقلة إلى ملعب صيدا على أمل يكون ملعب المدينة جاهز لافتتاح الدوري وملا افتتاح للدوري. نجم أنصار الديربي الكبير، وطبعا مباشرة وحصريا عبر شاشة ام تي في بالوقت يلي الكرة العرضية عم تلعب حاليا مقطوعة من قبل مدافعي الأنصار. العهد عم يحاول نظم صفوفه تيهاجم خليل خميس منه العد وليد شهور، وليد عم يحاول يتقدم بيلعب الكرة على الجهة اليمنى، ربيع عطايا، ربيع بيوسع لنفسه بده يجرب يسدد، ربيع عطايا ما بيقدر يتابع ربيع. وليد شهور أيضا، يعني شوفوا هيدي هي المشاكل يلي عم نتحدث عنها، أمر غير مقبول بصراحة. كرة كثير من المحلات ما عم تمشي، كثير من المحلات التمريرة عم تكون خاطئة من اللاعبين بسبب سوء أرضية الملعب. مع أحمد زرق بيلعب الكرة للأمام، مقطوعة من حسام اللواتي، عودة ممتازة كانت من اللواتي، جوكر فريق الأنصار بكل المراكز بيقدر يكون موجود أفضل ممرر للكرات الحاسبة بالموسم الماضي ببطولة الدوري. مقطوعة الكرة من جديد، هيثم فاور، السجال مستمر على طرفي الملعب بين الفريقين، ورد التماس هون راح تكون لمصلحة فريق العهد اللي هو حاليا بهجوم على الجهة اليسرى مع حسين دقيق تحديدا. هيدا هيثم فاعور قائد العهد، والكرة ملعوبة للأمام، العكايشي بالصراع مع أبو بكر كمارا، مقطوعة مرة جديدة. يعني نفس المشهد فارس عم نشوفه من ناحية فريق العهد، عم يعتمد على الكرات الطويلة بالوقت الحالي اللي عم تكون صيد سهل المنال بالنسبة لمدافعي الأنصار. يعني من بعد فورة فينا نقول بأول خمس دقائق لفريق الأنصار رجع استوعب هالشي فريق العهد ورجعت كافأت المباراة بين الفريقين. الحاج مالك بيتقدم، الحاج مالك معه خليل خميس بيرجع الكرة، الحاج مالك لحسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم المعتوق معه هيثم فاعور، هيثم بيقطع الكرة بالوقت المناسب، هيثم بيعرفه لحسن معتوق كثير منيح من وقت ما كان يلعبوا سوا، وخطأ كبير، خطأ كبير عم بيكون كمان مرة من دفاع فريق العهد، هي للمرة الثانية على التوالي دفاع العهد أخطأ بالكرة وكاد يدفع ثمنها. مطالبة بركلة جزاء بنالتي، والأنصار عم بيطالب وجمهور الأنصار بركلة جزاء باعتبار إنه الكرة لمست إيده لحسين دقيق. هلا اللمس كان واضح بس قرار الحكم هو تقديره اذا ركله الجزاء بيتم احتسابها او لا، بس في لمسه يد واضحه كانت على حسين دقيق، وكمان الخطا عم بيكون من دفاع فريق العهد بدي ينتبه بس مبرمر كثير بين الشوطين. اذا فينا فادي حديد كمان نرجع نشوف بالاعاده كمان مره الحادثه يلي صارت والكره يلي عم بيطالب فيها الأنصار بركلة الجزاء. هون الخطأ من حسين دقيق، هون أول مرة، تاني مرة هون الكرة يلي لمست إيده لحسين دقيق. نرجع منقول اللمس واضح بس التقدير بيرجع لحكم المباراة، ما لازم أبدا بخبرتك يا دقيق وما لازم أبدا أي مدافع يعمل دريبل بمنطقته، هيدي منطقة حمراء بيقولوا لها سون روج بعالم كرة القدم، يعني الخطأ ممنوع المراوغة، منك مهاجم لتراوغ أبدا، لازم تشيل الكرة تبعدها مثل ما صار هلا مع نور منصور يلي بمرر لربيع عطايا، ربيع عطايا على السريع اللواتي بيرجع بيقطع الكرة اللواتي منه لموني. الله الله الله، يعني أنا لمس غير مقصود ومنه متعمد لأنه اللاعب على الأرض هيك على السريع، عم بيعطينا رأيه الحكم الدولي السابق رضوان غندور يلي بيقول انه ما كان في قصد وفي لمسة يد بس ما كانت ابدا مقصودة، فلهالسبب ما في ركلة جزاء بنالتي. شبريكو بيتقدم، حلوة من الشبريكو تنقطع سريعة من ربيع عطايا، ربيع عطايا بفتش وين محمد حيدر، تمريرات العهد يعني غياب عيسى يعقوب واضح عن خط وسط فريق العهد.
هيدا امور يلي لازم كل فريق ينتبه له قبل بداية الدوري. العهد يلي رح يغيب الأول مرحلتين باعتبار رح يكون عنده استحقاق كتير مهم مع نهائي بطولة غرب آسيا لكل تمنياتنا بالتوفيق لفريق العهد. كرة عالية عند الحج مالك، الحج مالك مراقب، الحج مالك واقفي في ضياع بدفاع فريق العهد. ما تعودنا أبدا نشوف التردد اللي موجود بالدفاع اليوم بمباراة اليوم. لهلا الانصار ما عم يستغل هالشيء، مع العلم انه سنحت له العديد والعديد من الفرص المهمة. حسن معتوق على التنفيذ، حسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة لموني، موني لحسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق الانصار. هل رح يتمكن انه يسدد هالكرة مثل ما لازم؟ ما راح ينجح كين ابدا. سوني سعد عالي كثير من المعتوق، عالي كثير من المعتوق، بعيد بعيده من دون ما تشكل اي خطوره. جمهور الانصار اليوم لبى النداء وعبى المدرج المخصص لإلي على امل نشوف حشد جماهيري غير مسبوق بمباراه الانصار والنجمه بافتتاح الدوري اللبناني لهالموسم. بالمرحلة الخامسة العهد رح يواجه الأنصار بالدوري، ومن بعدها كمان بالمرحلة التاسعة العهد بيواجه النجمة. الموسم الماضي ذهابا العهد كان عم يتغلب على الأنصار 1-0، وإيابا الأنصار سجل نتيجة كبيرة على حساب العهد 3-0. أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر بيخسر الكرة، ما حدا يراوغ اليوم الدفاعية كثير عم ياخذوا ريسك، عم ياخذوا مخاطرة كبيرة لهلا، وعلى أمل ما حدا يدفع الثمن. فرصة العكيشي هون ما قدر يسيطر عليها، ما قدر يعمل لها كنترول. كانوا لاعبين من فريق العهد بمواجهة لاعب من فريق الأنصار، محاولة جديدة لفريق العهد على مشارف حدود منطقة الجزاء مع أحمد زريق. أحمد زريق بيطلع بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لعند محمد حيدر، فرصة لفريق العهد إذا قدر يستغلها. كرة أمامية ما زال الخطر موجود، ما في ما في ما في خطأ، ما في شيء أبدا. محمد درويش بيتابع اللعب، لواتي، لواتي بحافظ على الكرة بيحميها مثل ما لازم. بهالوقت بمررها للبيطار، بيطار للواتي، اللواتي للمعتوق، المعتوق بغير اتجاهها لعند موني، موني بيتقدم، موني بيتخطى المنصور، ترجع لعند المعتوق. ما زال الخطر موجود، الضغط موجود لانصار. موني بعيده، بعيده يا موني، حلوه يعني فكره حلوه بس تنفيذها ما كان كثير منيح ابدا. كره لخارج الملعب، واحمد العكيشي اللي راح يكون اجنبي الثالث بصفوف فريق العهد من بعد ما العهد اعتمد على الاجنبيين اللي كانوا معه الموسم الماضي. عم نحكي عن عيسى يعقوبو واحمد صالح، والجديد هو احمد العكيشي اللي لعب مع الاتحاد السعودي وكان مؤخرا مع فريق الاتفاق السعودي. مسيرته الاحترافيه بلشت بتونس ولعب مع النجم الساحلي، احترف بالمانيا مع فريق انجلشتاد، مع الترجي التونسي، ونهايه مشواره كان قبل ما يوصل لفريق العهد مع فريق الاتفاق السعودي وتسديده من اللواتي. يعني عم نشوفها السنه أكثر من مواجهة تونسية، خاصة شربل بين الفرق الثلاثة. يعني وقت بقول مراد الهذلي من النجمة، العكيشي من العهد، واللواتي من الأنصار، حلو ثلاث لاعبين توانسي بأبرز ثلاث فرق لبنانية، وأيضا لاعبين قادمين من الدوري التونسي. هذا الأمر تعودنا عليه بالسنوات الأخيرة. أبودو إساكا مهاجم نجمة، واحد منهم بالوقت يلي حاليا في كرة عرضية من أحمد الزريق داخل منطقة الجزاء، التدخل من نزيه أسعد والاصطدام مع احمد العكيشي. كل السلامات للحارس الانصاري الجديد نزيه اسعد يلي انتقل الى صفوف الانصار هالصيف قادما من نادي طرابلس، واحد من الحراس البارزين كانوا بالموسم الماضي على صعيد بطوله الدوري، ولو انه فريقه عانى بشكل كبير. هون بالاعاده مره جديده الكره العرضيه من احمد زريق، اطلع لعب مباشره باتجاهه للعكيشي، ولحظه الاصطدام هون بين العكيشي ونزي اسعد، طبعا امر غير متعمد كان من المهاجم التونسي. نزيه اسعد فينا نقول لعب دور كبير ببقاء طرابلس بالدرجه الاولى بالموسم الماضي.
كل السلامات له حسن مغنية اليوم موجود على مقاعد البدلاء. العديد من الأسماء الغائبة عن الأنصار اليوم. نصار نصار واحد منهم بعد ما جهز بشكل كامل ولو أنه عاود التمارين، الظهير الأيمن ظهير منتخب لبنان، يعني متوقع نشوفه مع انطلاق الموسم الجديد بصفوف الفريق الأخضر. أيضا إياد حمود منتظر بشكل كبير بالموسم الجديد، وخصوصا مع القانون الجديد يلي أصدره الاتحاد اللبناني على صعيد إشراك لاعبين بعمر 22 سنة وما دون لعدد معين من الدقائق خلال مشوار الموسم. حسين عواضة أيضا عم بغيب بسبب الإصابة. نزيه أسعد بخير وراح يتابع هالمباراة، بيلعب الكرة مباشرة باتجاهه للحج مالك. خليل خميس عم يتدخل عم يقطعها، هيثم فعور أيضا مقطوعة بالجهة المقابلة من عبد الله طالب. من وقت قدومه إلى الأنصار ما قدر يلعب دور عبد الله طالب بسبب الإصابة يلي لحقته، لكن على ما يبدو هالموسم راح يكون له دور مع نزار محروس. بالوقت يلي موني بيحاول يخترق المنطقة، حسين زين كان أسرع منه الظهير الأيمن المميز دائما بمركزه، عم يقطع الكرة منه لعند نور منصور. وليد شور لعند حسين زين يرفض العهد، تشتيت العشوائي عم يحاول يطلع بسلسلة التمريرات. هذا الأمر يلي كان عم يحاول يعمله حسين زين، لكن الكرة عم تقطع من اللواتي، لمسة جميلة من اللواتي مع حسن معطوق. أيضا الكرة مقطوعة تبقى داخل أرض الملعب مع موني. موني لعند الشبريكو، الشبريكو بيحاول يمر على الجهة اليسرى بيلعب الكرة العرضية. طريق الخطأ من نيران الصديقة، من نيران القاتلة، من نيران يلي حرقت محمد حمود بالكرة الأخيرة وأشعلت مدرجات الأنصار فرحا. 1-0 للأنصار النتيجة بعد هدف خطأ بمرمي. رح تشوفوا بالإعادة فعلا واحد من أغرب الأهداف هون، الكرة من الشبريكو وخليل خميس، خليل خميس ومحمد حمود أيضا يعني تفاجأ بالكرة بشكل كتير كبير، ما قدر يعمل أي شيء شبريكو. من جديد الكرة العرضية، وشوفوا خليل خميس وحمود بشكل غريب جدا، الهدف الأول لفريق الأنصار بالمباراة. ما قدر يسجل المعتوق، ما قدر يسجل موني، لكن خليل خميس كان حاضر على مسار الكرة الأخيرة ليسجل عن طريق الخطأ بمرمى فريقه. غير محظوظ ابدا خليل خميس بالكره الاخيره، يعني طبعا بتصير مع اكبر المدافعين. سيء الحظ خلينا نقول خليل خميس، لانه كان عم يجرب يقطع هالكره قبل ما تمر لاحد لاعبي الانصار، لكن ارتدت منه الى داخل مرمى محمد حمود. ولعت المباراه بدون شك بالدقيقه 25 بعد هالهدف يلي سجله العهد عن طريق الخطا بمرميه يلي عم يمدح الانصار. اذا التقدم 1-0 بعد مرور 25 دقيقة، هدف بدون شك رح يعطي دفعة للانصارية مع حسن معطوق يلي عم يحاول يمر على وليد شور على الجهة اليسرى. المعطوق بيتابع تقدمه المعطوق، المعطوق 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 عم يسقط المعطوق، ما في اي خطا بيقول حكم المباراة محمد درويش. والعهد عم يحاول يرتد وعم يحاول يرد بالوقت يلي موني هو عم يستعيد الكرة. موني عم يتقدم على الجهة اليسرى، دائما التركيز المرة مع الشبريكو بترجع لعند موني. المساحات الضيقة ما في مشكلة بالنسبة للأنصار، لأنه اللواتي كان عم يضرب من بعيد بالتسديدة، لكن الحمود كان على مساره والعطاية عم ينطلق. جميل جدا المباراة حاليا باللحظات مع كرة أمامية، الكرة الأمامية والخطورة على العدوية، الكرة العرضية، كرة العرضية، جول. قلت لكم العهد بده يرد، قلت لكم العهد عنده الرد، وهالمرة الرد كان بواحد من أسلحته الثقيلة. خليني أقول أحمد العكايشي، أحمد العكايشي أول دخوله شمعة طوله وهدف جميل، هدف ملعوب كان من قبل العدويين. أحمد العكايشي عم يسجل هدف التعادل ومعيد المباراة إلى النقطة الصفر. محمد حيدر عمل شغلة كتير كبيرة هون، كمارة، كمارة وعبد الله طالب قلبي الدفاع الأنصار كانوا عم يوجعوا قلب الجمهور بهالخطأ المشترك وهالكرة العرضية يلي كانت حاضرة. وأحمد العكايشي بحس الهداف ولو إنه من مسافة قريبة، عرف وين يحط الكرة، عرف كيف يعيد العهد إلى المباراة
وعرف طبعا كيف يسجل اول اهدافه الرسمية بالملاعب اللبنانية. الدقيقة 27 تماما مشاهدينا، التعادل بين الانصار والعهد والمباراة عم تنطلق من جديد. هيدا الامر يلي كنا مننتظره من الشوط الاول، هيدا الامر يلي كنا مننتظره من فريقين كبار مثل العهد والانصار. فارس، يعني هدف التعادل لفريق العهد شغل كثير كبير كان عم بيقوم فيه ربيع عطايا مع هالتمريره الطويله يلي سقطت، ومحمد حيدر عبد الله طالب ما قدر يتعامل معها مثل ما لازم. ووقت ما بدك تتعامل مثل ما لازم مع هيك تخمه من النجوم والاسماء معقول كثير تدفع الثمن، وهيدا اللي صار من بعد ما تقدم الانصار 1-0 العهد على السريع على السريع عم بيرد بهدف التعادل ليعدل النتيجة ويرجع المباراة لنقطة الصفر. أبو بكر كمارة العكيشة بيخطف الكرة، لاعب سريع يعني بيبين من جسمه وكأنه ممتلئ، بس هو لاعب سريع كتير. وقت يركض منصور نور بيقطع الكرة لوليد شور، وليد شور رايق كتير منه لربيع عطايا، ربيع عطايا اللي عم بيطلع لمين لمين على الجهة اليسرى بده يلعب الكرة لعند أحمد زريق، أحمد زريق بيتقدم معه حسن بيطار، أحمد زريق أحمد زريق أحمد زريق بمرر ربيع عطايا ربيع. محاولات العهد عم بتكون أقل بكتير من فريق الأنصار، بس بالنهاية اللي بيحكي هو النتيجة، النتيجة التعادل لهلا. ما في فريق متقدم على الثاني دقيق ما رح يقدر يلحقها، 90 دقيقة كرة طويلة سريعة، الوقت عم بمر بسرعة، 29 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين. هدف أول للأنصار، يعني الهدف يلي كان لازم الأنصار يسجل منه ما قدر يسجل، والهدف يلي دخل مرمى العهد كان هدف فعلا في حظ كتير كبير لفريق الأنصار. حج مالك، حج مالك بيتقدم بمرر على الجهة اليمنى لعند المعتوق، المعتوق 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 بمرر بدوره لسوني سعد، سوني سعد وانتو مع المعتوق، المعتوق بياخذ الكرة وبيتعرض للخطأ، الحكم بيقول في خطأ، تيسير بدر بيرفع رايته ليعلن عن الخطأ. العكيشي لعب مع فريق الاتفاق السعودي 16 مباراة، 14 منهم بالدوري ومبارتين بكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل بس 3 اهداف وصنع هدف واحد، برز بشكل كبير مع فريق الاتحاد السعودي، واول اهدافه مع المنتخب كان بمرمى السودان بأمدرمين بمباراة ولدية وقتها انتهت 6-2. ركلة حرة لفريق الأنصار داخل منطقة الجزاء، منا لحدا أبدا، بتمر عن الكل، بتوصل عند ربيع عطايا يلي بيحصل هون على رمي التماس. ربيع عطايا لاعب الأنصار السابق يلي انتقل بصفقة كبيرة لفريق العهد الموسم الماضي. الغائبين اليوم عن فريق الأنصار نصار نصار، يوسف عنبر، حسين عواضة، أياد حمود يلي رح نشوفه بالدوري، وبالإضافة لأنس أبو صالح. سريعا الكرة بده ينتبه دفاع فريق الأنصار من أي خطأ، لأنه العكيشي واضح عنده الخبرة اللازمة، الخبرة الكبيرة، ولاعب سريع كتير وقت ينتبه بالكرة. حسين زين منه لربيع عطايا، ربيع عطايا التمريرة كادت تنقطع بتروح لعند الفعور، الفعور رايق كتير بمنتصف الملعب، الفعور بيلعب الكرة أمامية بيطلع لزياد أسعد من مرميه ليلتقطها، و اصطدام هون، اصطدام منه مقصود أبدا بين أحمد الزريق ونزياد أسعد. بالإعادة بنرجع بنشوف هالكرة، نزيه أسعد الحارس الأساسي اليوم بتشكيلة فريق الأنصار، حسن مهني الحارس البديل. بنهائي كأس النخبة كنا عم نشوف حسن مهني بحراسة المرمى وكان نزيه أسعد هو الحارس البديل. نزار محروس مدرب الأنصار اسم كتير كبير بعالم التدريب بعالم كرة القدم كلاعب، نزار محروس عمره 56 سنة، من اللاعبين يلي دربوا سابقا بلبنان، سبق ودرب مع
نادي العهد بال 2005، درب نادي الصفا بال 2003، عنده مسيرة كبيرة كانت، وآخرها كمان بال 2016 كان عم يدرب فريق طرابلس. رأيت المباراة بعد هدف التعادل لفريق العهد. كرة من عدنان حيدر، ما رح يقدر يعمل شيء فريق الأنصار، جمهور الأنصار يلي ما لحق يفرح بهدف التقدم على السريع. كان عم يتلقى خيبة كبيرة بهدف التعادل يلي كان بعد دقيقة واحدة بس عن طريق العكيشي. بذكر مع نهاية المباراة بحال بقي التعادل مسيطر على نتيجة الفريقين، رح يروحوا لشوطين إضافيين. هيدي مباراة مش مثل كأس النخبة، يعني نهايتها ما بتكون بركلات الترجيح مباشرة، بيكون في تمديد شوطين إضافيين ومن بعدها ما يكتر عليها أبدا حسين زين. عدنان حيدر بمنتصف ملعب، عدنان حيدر بيلعب الكرة أمامية طويلة للمعطوق، وفينا نقول شربل راهت شوي، راهت الأمور شوي بعد هدف التعادل بين الفريقين. النتيجة 1-1، وبأي لحظة معقول نشوف هدف لأي فريق من الفريقين، والمنصة الرئيسية اللي بادية قدامنا مع رئيسي الناديين وأعضاء الاتحاد وسمكي بالاضافه لجهاد الشحف وريمون سمعاني. فاذا مباراه حلوه على امل شربيل. نحن عم نعلق على المباراه بس الجمهور اللي عم بيتابعها يستمتع هو قاعد ورا الشاشه. اكيد دعوه لكل جمهور كره القدم اللبنانيه انه يواكب فرقه خلال موسم واعد جدا، على امل انه كل الصوره تكتمل وتكون الصوره جميله، ان كان بالنسبه للفرق، ان كان بالنسبه للملاعب، وان كان بالنسبه للتحكيم أو للجمهور. كلنا بننتظر أنه يكون موسم جميل جدا ونقدر سوا ناخذ الفوتبول اللبناني إلى مستوى أعلى من هيك. على كل حال حاليا مع وصولنا لدقيقة 35 التعادل 1-1، هو المسيطر على ملعب بيروت البلدي. هدف خليل خميس خطأ بمرميه بذكر، رد عليه أحمد العكاشي وعادل النتيجة للعهد. النتيجة 1-1. السيد موسى مكي رئيس لجنة الملاعب، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأستاذ ريمون سمعان، الأمين العام جهاد الشحف، رئيسي الأنصار الأستاذ نبيل بدر والأستاذ تميم سليمان موجودين بالمنصة الرسمية لمتابعة هاللقاء يلي على إثره رح يتوج واحد من الفريقين بالكأس السوبر. 7 ألقاب للعهد بآخر موسمين، العهد كان عم يحرز لقب الكأس السوبر، الأنصار آخر لقب له كان بعام 2012. مع العلم يعني الأنصار وعند إطلاق هالبطولة كان الفريق الأفضل من دون شك على صعيد السوبر، لأنه كان الأنصار عم يقدر يفوز بأول 4 ألقاب بالكأس السوبر 96 97 98 99، قبل ما ينتزعوا منه النجمة بعام 2000. والعهد أول ألقابه كان بعام 2005. الإعادة هون عم نشوف الكرة اللي خرجت من نزيه أسعد، ركلة ركنية رح تكون لمصلحة العهد. محمد حيدر هو على تنفيذ هالكورنر قبل أقل من 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. حيدر بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، مقطوعة مرة جديدة من الحج مالك، عم يلعب دور دفاعي كبير بالوقت يلي حسن معطوع عم يحاول يروح بسرعته بلاش بالمرتدة، بمر على وليد شور، لا ما بمر عن وليد شور، ممنوع المرور عن وليد شور. هيدا الأمر، هيدا الشعار يلي رفعه لاعب وسط العهد بالكرة الأخيرة مع كرة أيضا للأمام. خرجت الكرة، خرجت الكرة يا محمد حيدر. رغبة العهد أصبحت واضحة للخروج من الشوط الأول بتقدم، وخصوصا بعد ما قدر يسجل هدف التعادل. هون وليد شوفوا التدخل الممتاز على حسن معطوه. طبعا وليد شو رح يكون له دور كبير
بوسط العهد بالدقائق المتبقية من المباراة، وخصوصا بعد تلقي هيثم فعور بطاقة صفراء حيكون حذر جدا قائد العهد إن كان بالشوط الأول أو بالشوط الثاني. الدقيقة 37، التعادل 1-1. وليد شور على أرض الملعب مصاب، كل السلامات له. كنا عم نحكي عن الألقاب، ألقاب الفريقين يعني. طبعا العهد 2004-2005 قدر يفوز على النجمة 2-1، 2007-2008 فاز على المبرة 3-1. دائما عم نحكي عن مباراة السوبر على الأنصار 1-0 مثل ذكرت، موسم 2009-2010-2010-2011 على الصفا 3-1، 2014-2015 على طرابلس 1-0، والموسمين الأخيرين واحد على حساب الأنصار 2-0 والآخر على حساب النجمة في نتيجة 1-0. فمين اليوم راح يكون منتصر على ملعب صيدا البلدي بهالمواجهة الأنصارية العهدوية؟ هل هو الزعيم الأخضر أو هو البطل الدائم إذا فينا نقول بالمواسم الأخيرة؟ عم نحكي طبعا عن فريق العهد يلي فرض زعامته على كرة القدم اللبنانية. الأنصار بالمناسبة هو الفريق اللي كان أوقف السلسلة الطويلة من انتصارات للعهد بإياب الموسم الماضي، مثل ما قلنا فاز بنتيجة 3-0، هدفين كانوا لسوني سعد بهالمباراة. لكن بالتأكيد كلنا بنذكر أنه العهد خاض اللقاء بتشكيلة شابة، الأمر نفسه طبقوا العهد بكأس النخبة الأخيرة، التركيز كان على الاستعداد لمواجهة اتحاد جدة السعودي الفريق القوي جدا بكأس الملك محمد السادس للأندية العربية. وطبعا التحضير الأهم بالنسبة للعهد هو لخوض نهائي منطقة غرب آسيا بمواجهة الجزيرة الأردنية بكأس الاتحاد الآسيوي. كل التوفيق أكيد لبطل لبنان، الممثل الوحيد بالمناسبة على الساحة الخارجية بعد خروج النجمة أيضا أمام الترجي التونسي. إذا يعني خرج النجمة أمام الترجي التونسي، خرج متعادل بمباراته الأولى وكان بيستحق من دون شك أنه النجمة يخرج بنتيجة أفضل بهالمباراة. خرج متعادل من بيروت بنتيجة 1-1 بمباراة قدم فيها النجمة فعلا أداء كبير، أداء ترفع له القبعة بمواجهة بطل أفريقيا. فإذا خرج النجمة من الساحة العربية رح يكون العهد الممثل الوحيد للبنان بالخارج. للتوفيق للعهد ولا النجمة أيضا. كرة حاليا أنصارية مع حسن بيطار بيلعب الكرة الأمام باتجاه صليب سعد، خليل خميس على مساره، المساحات موجودة لكن الكرات الطويلة منا الحال. يمكن الاعتماد على الكرات الطويلة عم بيكون في بعض الأحيان بسبب أرضية الملعب يلي ما عم تساعد الكرة أنه تمشي بشكل كبير، لكن الأكيد منا حل وخصوصا بوجود خليل خميس ونور منصور يلي بيجودوا تماما التعامل مع الكرات الهوية الكرات العالية. حاليا موني هو عم بيستلم على الجهة اليسرى مواجهة حسين زين، المهم الأصعب دائما بتكون بمواجهة الرقم 6، بتروح لعند موني من جديد، اللمسة الجميلة من الشبريكو لعند مين؟ لعند حسن معطوق، المعطوق بمواجهة وليد شور، هو حسين زين بيحاول يلعب الكرة العرضية المعطوق، الخطورة الحش مالك بالكرة الرأسية لكن إلى جانب مرميلا الحمود. كرة جميلة كانت برأسيته للحج مالك بعد عرضية حسن معتوق، شوفوا بالإعادة طار الحج مالك، طار وحاول يلعب هالكرة برأسه. هداف الدوري بالموسمين الأخيرين المهاجم السنغالي يعني دائما الأبرز عندما نحكي عن لغة الأهداف، عندما نحكي عن لغة الأرقام على صعيد الهدافين اسم الحج مالك بيكون حاضر بقوة. أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الأول وانتصاف هاللقاء، التعادل 1-1 بين العهد والأنصار. بذكر الأنصار كان افتتح تسجيل عن طريق الخطأ، خليل خميس سجل وعادل أحمد العكايشي بالوقت، هيثم فعور عم يحاول يشن هجمة على الجهة اليسرى، بيلعب الكرة عرضية أرضية لكن ضعيفة، سهلة كانت عند اثنين حيدر، حسام اللواتي واعتماد الأنصار من جديد على المعتوق للانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة. موني عم يطلبها المعتوق بيروح لحاله، بيروح المعتوق بيحاول يكمل مساره على الجهة اليسرى، المعتوق 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 الحج مالك عم يطلبها بيلعبها باتجاه الحج مالك، هل رح توصل للحج مالك باتجاه المهاجم السنغالي؟ والكرة إلى كورنر، كورنر هالمرة إلى يساره لمحمد حمود، فرح يقدر الأنصار من ركلة ثابتة يتقدم قبل نهاية الشوط الأول من هاللقاء. هذا الأمر رح نعرفه مع تنفيذ حسام اللواتي
للكورنر. مثل ما قال كابتن جمال حاج يعني في التحليل قبل بدايه المباراه عنده خيارات افضل الانصار على مقعد البدلاء، ممكن نشوف عباس عدلي اونيكا، ممكن نشوف جهاد ايوب مركز صانع الالعاب مع تبديل بالمراكز على الصعيد الهجومي بين موني سوني سعد وحسن معتوه، وايضا ممكن نشوف محمود كوجو كلشتاق بالوقت اللي حاليا الكره الى داخل منطقه الجزاء مقطوعه مره جديده، والانطلاقه العدويه مع ربيع عطايا منه لعند احمد العكاشي بيحاول يروح على المهاجم التونسي عم ينطلق بشكل كثير سريع العكاشي 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 عم يتابع مروره ممتاز جدا العكاشي يا عبابه العكاشي جميل. هدف مارادوني من المهاجم التونسي احمد العكاشي، سمعنا عنه كثير قبل ما يجي على لبنان، لكن هو كان عم يحكي عن حاله اكثر بالهدف الرائع جدا يلي سجله من زمان كثير، ما شفنا هيك نوع من الاداء بالملاعب اللبنانيه، حكينا عن اللاعبين المهاريين، لكن العكاشي من منتصف الملعب اخذ كلمين بطريقه، قطار العهد انطلق مع القطار السريع، احمد العكاشي يا وحش، احمد العكاشي يا لعيب يا حريف يا هداف رائع جدا العكاشي، ما حدا قادر يوقف العكاشي، اخذ الكل بطريقه، اكل كل دفاع الانصار، مر سدد سجل، رائع جدا احمد العكاشي فعلا فارس هدف، مش كل يوم بنشوف منه مثل ما قلت بالملاعب اللبنانيه. يعني احمد العكاشي برهن عن صوره اللاعب المحترف يلي عم يبحث عنه فريق العهد، لاعب قدر يتخطى ثلاث اربع لاعبين، تقدم ما حدا قدر يوقفه ابدا، هيدا اللي عم نقوله لازم واحد يشوف وين المشكله قبل انطلاق الدوري يعالج الاخطاء كلها، اليوم العكاشي قام بمجهود كثير كبير، بس كمان هيدا دفاع الانصار مش دفاع اي فريق، يعني كان بيقدر الانصار بطريقه ما يوقف العكاشي، بس العكاشي رائع رائع، قلت لكم قبل وقت ينطلق ما حدا بيقدر يهديه لانه لاعب كثير سريع، جسمه ما بيوحي بهالشيء، بس لاعب يمتاز بالانطلاقه السريعه بالسرعه، وهذا الشيء اللي صار، المهارات موجوده، شوفوا كيف طلع عن اللاعبين، كيف قدر يتخطى عبد الله طالب بسهوله، كيف قدر يسجل على يمين نزيه اسعد، العهد يلي عم يقلب تاخره بالشوط الاول لتقدم 2-1 على فريق الانصار، العكيشي هو البطل لهلا، العكيشي هو رجل المباراه من دون منازع، سجل هدفي فريق العهد، بس الانصار بعد عنده اشياء كثير ليقولها بالشوط الاول وبالشوط الثاني، حسن معتوق بيتقدم بيرفع الكره، حسين دقيق بيبعدها لخارج الملعب رمي التماس، الوقت القصي للشوط الاول يلي شارف على النهايه، وجميل رمضان الحكم الرابع ما بتصور رح يكون في اكثر من دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع، هذا الماكسيموم يلي بيقدر حكم المباراه يعطيه، جميل رمضان بيتقدم ليعلن فعلا دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع قدام الفريقين قبل نهايه الشوط الاول من هالمباراه، ومعقول نشوف تبديل سريع بصفوف فريق العهد مع طارق العلي، طارق العلي يلي عم يستعد ليدخل بتشكيله فريق العهد، طارق العلي لاعب سريع، لاعب مهاجم عنده النفحة الهجومية، بيقدر يكون بالهجوم، بيقدر يكون بمركز الوسط المتقدم، طارق العلي عم يستعد ليدخل لأرض الملعب، خلينا نشوف إذا في تبديل اضطراري من ناحية فريق العهد، أحمد زريق خارج أرض الملعب، أحمد زريق خارج أرض الملعب تعرض للإصابة، أحمد زريق وطارق العلي اللي رح يدخل بدلا منه بمركز الجناح الأيسر، هيدا التبديل الأول الاضطراري بالمباراة، العهد بيتقدموا على الأنصار بنتيجة 2-1، الأنصار تقدم، العهد سجل هدف الأنصار والعهد سجل هدفين، يعني اليوم لاعبين فريق العهد سجلوا 3 أهداف، بانتظار يتم نقل احمد زريق لخارج ارض الملعب، بيرجع بيقوم احمد زريق يلي رح يظهر مع هالتبديل يلي رح يصير، ومحمد درويش يلي رح يعطي الدقيقتين يلي ما قدر يستفيد منه فريق الانصار،
احمد زريب العهد يعني عينه على نهائي غرب اسيا كاس الاتحاد الاسيوي المواجهه مع الجزيره الاردني. فهون باسم مرمر عنده خوف كبير من مشاركه اي لاعب مصاب بالمباراه، يعني اذا عنده اصابه او في مخاطره فيها، لانه الهدف هو كاس الاتحاد الاسيوي. التبديل الاول وخروج احمد زريق ودخول طارق العلي والدقيقتين يلي رح يزيدوا محمد درويش من بعد ما اخذ الدقيقتين احمد زريق على ارض الملعب. العكيشي سجل هدف اكثر من رائع. يا ريت فينا نرجع نشوفه فادي حداد مع نهايه الشوط الاول لخلي الجمهور يلي عم يتابع الام تي في يستمتع بهالهدف يلي صرنا زمان فعلا ما شفنا منه. كره اماميه بس بعيده كثير لتوصل لنزيه اسعد بسهوله لعند نزيه اسعد يلي لقى حاله بمواجهه العكيشي، وما حدا بيتمنى ابدا يكون بمواجهه العكيشي. خلينا نتابع هالكره نشوف فريق العهد مع وليد شور يلي واحد من نجوم الشوط الاول، ولو الكره كانت بعيده بس وليد شور قام بشغل كثير منيح. هيدا الهدف شوفوا منين انطلق، خطى موني، تقدم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما حدا جرب عبد الله طالب يشده بالشورت يوقفه ما قدر. جرافي وماشي، حدا بقلكن جرافي وما عم تتهدى. هيدا هو العكيشي، هدف أكثر من رائع. 2-1 العهد عم بيتقدموا. محمد درويش يلي هون رح يحتسب الخطأ لصالح فريق العهد. فاول بهالوقت ربيع عطايا على ارض الملعب، وفي بطاقه صفراء للاعب رقم 20 بصفوف فريق الانصار بعد الخطا على اللاعب رقم 20 بصفوف فريق العهد. عم نحكي عن موني عم يحصل على انذار. العصبيه بدها تبلش تكون واضحه عند لاعبي فريق الانصار بعد التقدم. التاخر بالنتيجه ومش اي تاخر قدام فريق كبير مثل فريق العهد، يعني فيك ترجع للمباراه بعد ما في شيء، بس كمان منا سهله ترجع تعوض قدام فريق مثل العهد يلي كنت عم بقول ببدايه اللقاء ما بيتاثر ابدا بالاسماء بالغيابات، دائما عنده البديل. ربيع عطايا والحكم محمد درويش ما بيعطي الفرصه ابدا ليلعب الكره، وبيعلن نهاية الشوط الأول بتقدم العهد على الأنصار بنتيجة 2-1. شوط أول أكثر من ممتاز، أكثر من رائع. عم نشوف ثلاث أهداف بين فريقين، يعني نتمنى نشوف الهدف من واحد منهم. فكيف إذا شفنا ثلاث أهداف؟ على كل خليكم معنا لأنه بريك، من بعد بريك نرجع ننتقل لأرض الملعب مع استوديو التحليلي مع الكابتن جمال الحاج. ربع ساعة بيرتاحوا اللاعبين ونحن بنرجع بنلاقيكم كمان مع بداية الشوط الثاني.